قبل أن نبدأ الآن عندما انتهينا عنده في اللقاء السابق، أحب أن أستدرك على نفسي، فقد نبهني أخي الدكتور خطاب إلى أننا حينما تعرضنا لقول الله اتقوا الله حق تقاته نسينا أن نتعرض لقول الله سبحانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويبدو أن العقل الباطن له عمل في استقبال الأشياء، فلو أن هذه الآية كانت أول ما تتعرض لهذا الموضوع ربما كنا ذكرناه، ولكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى رأى أن يحيلها على ما تقدم في سورة البقرة عند قول الحق سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكأن الكلام قد تقدم عنها، ولكن حتى يتم الإطار المقصود لشرح الآية بتمامها لا مانع أن نتعرض تعرضا خفيفا لنربط المعاني ربطا لا يقف عنده ذهن السامع، وخاصة إذا لم يكن قد سبق أن سمع منا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حين ينهى عن فعل ينهى عنه ولا ارتباط له بالحالة التي يكون عليها الفعل. فإذا قيل لإنسان لا تفعل كذا انصب النهي على عدم الفعل، وإن قيل له لا تفعل كذا إلا في حال كذا يكون هناك أمران: الفعل والحال الذي يقع عليه الفعل. فإذا قلت لابنك لا تدخل الامتحان هذا العام يبقى اكتفيت بأنك نهيته عن الدخول، لأنك لم تجد عنده حصيلة تؤهله لأن ينجح، فخفت أن يصدم بأنه رسب أو تسقط معنويته هبته في البيت. فإن قلت له لا تدخل الامتحان إلا وأنت مذاكر يبقى في أمرين: نهي عن فعل وإباحته في حال. فإن كان مذاكرا يدخل. الأمران دخول الامتحان والمذاكرة أمران اختياريان، لكن إذا كان الفعل مما لا اختيار للإنسان في أن يقع بل يقع عليه من غيره كيف ينهى عنه؟ أيقول لك لا تمت؟ أمر ليس في اختيارك لأنه نازل عليه. فإذا قيل لا تمت لا يتوجه أبدا الواحد يقول له لا تمت أبدا، إنما إذا قيل له لا تمت إلا وأنت مسلم، طب برضو إزاي لا تمت إلا ولا تمت إلا على هذه الحالة؟ نقول الفعل المنهي عنه ليس في قدرته، ولكن الحال الذي يقع عليه الفعل يوجد في قدرته. فإذا قيل لك لا تمت إلا وأنت مسلم نقول المدة ما تنهنش عنه لأنه ليس من عملي، إنما كلمة إلا وأنت مسلم والإسلام باختيارك ولا بغير اختيارك؟ ولكنك لا تعرف متى يقع عليك الموت، فكيف تحتاط لهذا؟ تظل مسلما حتى يصادفك الموت في أي لحظة وأنت مسلم. يبقى قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي عن الفعل الأول وهو ليس في اختيارك، والحال الذي أبيح لك فيه حال في اختيارك، فكيف توفق بين الأمرين؟ نقول لما كان الموت لا اختيار لي فيه ولا أعلم متى يقع علي فالأجئ للأمر الذي فيه اختيار لي وهو أن أكون مسلما وأظل متمسك بأهداب الإسلام، فإن صادفني الموت في أي لحظة أكون إيه؟
أكون مسلما، يعني تمسكوا بإسلامكم لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت. يبقى ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. والموت إخفاؤه على الإنسان ليس إبهاما كما يظن البعض، لا، ده منتهى البيان الواسع، لأن إخفاء الموت وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا وسنا وسببا كل ده بيبينه أوضح بيان. ليه؟ لأن الإنسان لما ربنا استأثر بعلم الموت، الإنسان منا يترقبه في أي لحظة. يبقى مدام يترقبه في أي لحظة، يبقى بيان واسع ولا بيان مش واسع؟ يبقى أوسع بيان في الإبهام، أوسع بيان في الإبهام. ثم نعود بعد ذلك إلى ما انتهينا عنده في قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلنا إن السواد والبياض ظاهرتان موجودتان في الخلق، ويجب أن نتنبه إلى أن الأسود مش ابن المنفية، كلهم خلق الله، بل بالعكس الأسود قلنا فيه أن إيه؟ أشياء أكتر من الله، ومعمول عشان يبقى يعدل البيئة، وكل شيء لونه يسعف بيئته. سواد العين بياضه، نقول السواد احسن من البياض ولا البياض احسن من السواد؟ كل شيء معد لايه؟ ولذلك قلنا حين تجد واحدا ياتي الى عمود من الحديد مستقيم ثم ياتي فيلويه ليعكفه هكذا، ما تقولش انه عوج الحديده، ده هو عدلها لمهمته لانه عايزها خطاف، يبقى عدلها لايه؟ فما تقولش في الامور ان ده كذا وده كذا، كل واحد يقارن بايه؟ بمهمته. وان قلت ان هتبدل الاشياء، واللي كان لونه اسود يبقى لونه ابيض يوم القيامه، واللي كان لونه ابيض ولهش متقي يبقى لونه اسود، جايز يوم تبدل الايه؟ الارض غير الارض والسماوات، او ان المراد يوم تبيض وجوههم بالاشراق والطراوه والسمة الحلوة الجاذبة الآسرة المسنملة، وتسود وجوه أخرى بأن يكون إيه عليها إيه غبرة وترهقها قطرة. كلام على الأول. الكلام هنا في قول الحق حين نرى وجوه مسودة كده، قال إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فكأن هذا أمر مفاجئ لمن كان يعرفهم في الدنيا، امر مفاجئ لمن كان يعرفه في الدنيا، شافه في الدنيا ابيض ولونه زهزة كده، وبعد ذلك يجي في الاخر يلاقي ايه؟ يا الغبرة يا سود، يقوم هو روح قفش يقول له الله انت كنت كفرت بعد ايمانك ولا ايه اللي جارة؟ فكأن دي السمة اللي يكفر بعد الايه؟ بعد الايمان، ساعة ما تشوفه اكن قول الحق سبحانه وتعالى: اما الذين سودت وجوههم اكفرتم، اي يقال عند لقائهم فيفاجأ من يعرفهم بلون غير هذا اللون: أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني ما الذي صيركم إلى هذه الإيه؟ يبقى هو الكفر بعد الإيه؟ يبقى هنا في قول، ما قول قول يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. طب كفروا بعد إيمانهم، يبقى دول مين هم؟ كفروا بعد إيمان، فكأن الإيمان قد سبق مش كده؟ ثم طرأ على الإيمان كفر وماتوا على ذلك الكفر. نقول له ايوه، مش فيه جماعه ارتدوا؟ ابن الاسلت وابن ابن عقبه ابن ابي معيضه ولا اسمه ايه، مش اسلموا مش كفروا؟ طيب ادي واحده. او يكون ايه؟ اكفرتم بعد ايمانكم؟ البعديه هنا لازم تنظر اليها قبليه. قال لك: الم ياخذ الله على خلقه عهدا في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر ادم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يبقى في إقرار إيماني في عهد الذر، فأنت جيت في الواقع ورحت إيه؟ نقضت الحكاية دي.
أو أكفرتم بعد إيمانكم بمحمد بالبشارات التي كنتم تعرفونها له وتتأكدون أنه جاء لا محالة وأنه رسول هذه الأمة وخاتم الرسل إلى آخره، كنتم مؤمنين به فلما جاءهم ما عرفوا يبقى برضو ممكن الآيات إيه أكفرتم بعد إيمانكم، يبقى إما أن تكون في المرتدين هذه واحدة، وإما أن تكون الكفر أي في واقع الدنيا بعد الإيمان في عالم الذر ألست بربكم، أو أن يكون الكفر بعد الإيمان به مبشرا به في الكتب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه إيه شيعا كالخوارج مثلا. الله، إذن الآية تحتمل ولا لا؟ فانظر إلى النص القرآني كيف يستوعب كل هذه كل هذه المعاني. هنا نلاحظ إن هو جاب بس أكفرتم بعد إيمانكم، جابها للكفار بس، أم قال لك لأن اللي أصل اللي كان مؤمن بطبيعته ما فيش في مفاجأة، هو في مفاجأة ماشي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. يلاحظ دائما أن الله حينما يبين جزاء لمؤمن على إيمانه وطاعته مرة يقول في جنة أولئك في الجنة خالدون، مش كده؟ ومرة يقولهم في الرحمة، إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك لأن الناس في العبادة واحد يعبد الله لأنه عايز يروح الجنة عايز النعيم بتاعه، يقول له حنديك الجنة برضه، وواحد بيعبد الله لأن الله يستحق العبادة وإن كانت الجنة دي ما تجيش على البال، نقوم نقول اللي عايز الجنة هياخد الإيه واللي بيعبد للذات يقول ده في الرحمة. طب ما الفرق بين الجنة والرحمة؟ قال لك الجنة مخلوقة لله فهي باقية بإبقاء الله لها، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، ولكن الرحمة باقية ببقاء الله، فديكها باقية بإبقاء الله وقد يفنيها، إنما دي باقية ببقاء الله. يبقى ده ضمان كافي ولا لا؟ يبقى اللي عايزه علشان كده يقول له انت في الرحمة، ودوك يقول له انت في الايه؟ انت في. ولذلك مش قلنا ان فيه جنة من الجنان اسماعيليين ليس فيها شيء من المتع اللي هي لا لحم طير ولا فاكهة، ما فيش فيها الا ان ترى الله، وما دمت انا لا اكل عن جوع في الاخره يبقى انهي الاحسن بقى، اتمتع بالنعمه ولا بالمنعم؟ ففي رحمه الله. شوف كمان الدقه الادائيه، في رحمه الله ادي ظرفيه، في الرحمه كان الرحمه ايه مكتنفاهم محيطه بهم كده، مظروفون في الرحمه، مش الرحمه مساهم، لا مظروفون في الرحمة. طيب وبعدين قال هم فيها خالدون، بقى في الرحمة وقال هم فيها ايه خالدون، اكد فيها تانية ظرفية كمان، قال لك ايوه لان فيه رحمة يدخل فيها ثم يطمئننا على انها لا تنزع منا، ففيها التانية للخلود وفيها الاولى للدخول، فيها الاولى لايه للدخول وفيه التانية للايه للخلود. أكفرتم بعد طيب وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها، أدي ظرف تاني هو خالدون. تلك آيات الله حججه براهينه جزاءاته، اللي اسود حصل اللي كفر اسود وجهه، واللي بيض واللي آمن بيض ايه وجهه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لأن الذي يجعل إنسانا لا يخبر بالحق يبقى هيخبر بغير الحق ليه؟ لا لازم عنده داعي بيخبر بغير الحق، لأن الحق يتعبه فبيخبر بغير الحق، إنما قولوا لي بقى أي حاجة ممكن تتعب الخالق يبقى لازم ما يقولش إلا الحق، إيه اللي خارج عن ملكه ولا الإيه، أبدا لازم هيقوله بالإيه بالحق. ثم بعد ذلك جاء
بعد كلمة الحق يقول ايه؟ وما الله يريد ظلما للعباد. الله، طب بالحق كلام على الاول، ما دام بالحق يبقى ما فيش ظلم. يقوم يقول لك الظلم ده منع من جهة الله على خلقه، انما جابها زي ما جاب آية وما ربك بظلام للعباد، للعبيد نفى الظلم عن نفسه، انما هو لا يريد الظلم على اطلاقه من نفسه ومنكم، من نفسه لا يريد الظلم. الظلم ده هيجي ازاي؟ اما قال لك الظلم ده مظهره ما ياتي. اولا تاخذ انسانا بغير جرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ تعاقب انسانا فوق الجرم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ لا تعطي انسانا مستوى احسانه، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اللي بيظلم ده بيعمل ايه؟ قال لك لانه يريد ان يعود الامر بالنفع له. ان كان عايز ياخد بلا جرم بده يشفي حقد وغل في نفسه، بيحقق لنفسه نفع انه يشفي نفسه من ايه؟ بالغل، او يدفع عنه ضر لانه خايف ده بيهدده في اي مصلحه من المصالح هو يعلم انحرافه فيها. يوم يقول لك نتويه، نعتقله، ها، نحطه في السجن مثلا. الله، يبقى إذن لا يمكن أن يذهب واحد عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد إيه؟ يحقق منفعة يدفع ضرر. طب قول لي بقى، ربنا يحقق منفعة إيه من خلقه ولا يدفع ضرر إيه من خلقه؟ لا يمكن. وبعد ذلك يقول وما الله يريد، أنا أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال لك والظالم من البشر جاهل. ليه؟ لأنه قوى من ظلمه ولم يضعف، قوى من ظلمه ولم يضعف. ازاي؟ انت بتظلم عشان تضعفه قدامك، تقول له انت غبي بعيد، لأنك قويته على نفسك. ليه؟ قال لك ولله المثل الأعلى، احنا كلنا عيال الله، هنتنقل شوية كده ونشوف عيالنا. الواحد لما يكون عنده عيال وجيه ولد واحد من العيال ظلم واحد تاني أخوه، قلب الوالد يكون مع من؟ مع المظلوم. قلب الوالد يكون مع مين؟ ويقعد يترضاه ويقعد يجيب له. يبقى دوك عمل ايه فيه؟ ضره ضررا يناسب طفولته، ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده. يبقى جاهل ولا مش جاهل؟ طيب حين ما دام احنا جميعا عيال الله، حين يرى الحق سبحانه وتعالى واحدا من خلقه يعتدي ويظلم واحد من خلقه، يبقى في حضن مين؟ يبقى في حضن ربنا. يبقى قواه ولا ما قواه شيء؟ يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي الظالم، غبي، لأنه لو كان ظالم، لو أنه كان ذكيا لظن على عدوه بأن يظلمه. لو كان عاقل يظن على عدوه أنه إيه؟ يقول لك أنا أظلمه، ده ما يستاهلش أن أظلمه. الله، ليه؟ لأنه هيديله حاجة كبيرة قوي، هيخليه في حضن ربنا مباشرة، هيخليه في حضن ربنا إيه؟ مباشرة. يبقى الظالم غبي ولا مش غبي؟ وبعد ذلك من الممكن أن تظلم عشان تحقق نفع عاجل، انما اصلك انت ما انتش انت فاهم نفسك انك انت شردت ممن خلق. يقول له لا، انت ما شردتش ممن خلق، انت شردت ممن خلق ودريت نفسك كده وعملت الحكاية، انما ممن خلق لا. لانه بيقول احنا قلنا على زمان ايام القيوم ولا تأخذه سنة ولا ايه، كأنه بيطمننا بيقول يا عبادي نام انتم ملء جفونكم لان ربكم ما بينامش. الله، تبقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة ما شردش بقى منا، يبقى شرد، يبقى غباء ولا مش غباء؟ يبقى الظالم غبي ولا لا؟ غبي. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما دام الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة النفعية بغير حق أو إرادة الضرر للغير بغير جرم،
فالله غني عن هذه. ولذلك راح مأكدها قال لهم لا ده لله ما في السماوات وما في الأرض، كل حاجة بتاعته، كل حاجة لله ما في السماوات وإيه وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. لاحظوا إن القرآن مرة يقول ترجع الأمور وإليه ترجعون، ومرة يقول وإليه إيه ترجعون. ترجعون دي لها معنى، وترجعون لها معنى، وترجع الأمور لها معنى، وترجع الأمور لها إيه؟ أم قال لك لأن المؤمن يتهافت إلى أن يصل إلى الآخرة لأن مقدم أعمال طيبة، فكأنه هو اللي إيه بده يجري ليه. إنما الكافر والعاصي يعمل إيه؟ يعترس زي ما بيقولوا، ما هوش عايز يروح للحكاية دي. نقوم نقول له المسألة مش ترجع انت بقى، ده انت ترجع بقى. ولذلك شوف التعبير القرآني، يوم يدعون الى نار جهنم دعا، زي ما يجي الشاويش يمسك الولد المجرم كده من قفاه، اهي ده الدع، الدع انه يمسكه كده من قفاه ويروح ايه عامله كده، يوم يدعون الى نار جهنم ايه الى. يبقى ترجع ديا علشان اللي خايف من ترجع، معقول اللي رايح للنعيم هو اللي يرجع، لو كان حر كده يقول لك ده انا عايز اروح. انما بقى اللي مصيبته الى ماذا يصنع، يقول لك ده بالعافيه ده يروح. والى الله ترجع الامور، ومتى خرجت منه حتى ترجع اليه. طب ما الامور كلها مع ربنا، قال لك لا افهم. طيب حين خلق الله الدنيا خلقها بقهر تسخيري لنفع الإنسان، وجعل فيها أشياء بالأسباب، إن فعلت السبب تأخذ المسبب. إحنا قلنا الشمس بتطلع علينا جميعا ولا لا؟ هل ربنا قال لها الضوء بتاعك والدفء والحرارة اجعلي للمؤمن، ولا بياخذ الكافر راقب؟ تسخيريات، والهواء بيمر على ده ويسيب ده، والمية والأرض اللي بيزرعها بيزرعها كافر ولا مؤمن؟ إن أحسن الأسباب يأخذ، وما أحسن شيء ما يأخذش. الله، يبقى إذن فيه أشياء تسخيرية، وهي التي لا تدخل في إيه في طاقة الإنسان، وأشياء سببية، إن عملت السبب يجي لك الإيه المسبب. وقد يجعل الله الأسباب للمؤمن يمكن في يد الكافر، يصح ولا ما يصح؟ يبقى لما ربنا يملك بعض الخلق بعض الأشياء، أو يملك بعض الخلق أسباب الخلق، هو صحيح قيوم ومسيطر على الجميع، إنما مديلهم لهم الأسباب والمسببات، لكن في الآخرة ما فيش لا أسباب ولا مسببات، يبقى الأمر يرجع إلى كم منه وحده. ولذلك اقرأوا جيدا، لمن الملك اليوم، فكأن كان هناك في الدنيا ملك، ناس يملكوا أسباب، وناس يملكوا عبيد، وناس يملكوا أرض، وناس يملكوا مش عارف إيه، ممكن لأنها دنيا الأسباب، إنما في الآخرة ما فيش كلام منه. لمن الإيه الملك اليوم، يبقى هي بدأت منة منه خلاص، ورجعت منة إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الايه القاهر. والا فاللي معتز بالسببيه يقول له طب خليك في السببيه، اللي معتز بالقوه كانها سبب للحركه نقول له احتفظ بقوتك ان كنت شاطر، اللي معتز بالملك نقول له احتفظ بالايه بالملك، اللي احتفظ كل واحد له عنده سببيه في حاجه نقول له ايه احتفظ به، ما دام ما تقدرش تحتفظ به يبقى مردها لمين؟ مردوع. وإن كان في ظاهر الأمر هي إيه هي لك أنت الآن، لكن في الآخرة لله كلها ترجع إليه. يبقى بدأت به ورجعت إيه ورجعت إليه. وإلى الله ترجع الأمور، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية دي لها مواصفات، فإن
أحببتم أن تعلم خيريتكم للناس، يبقى هي الخيرية وعناصرها تعملوا إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الإيه؟ عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإن تخلف عنصر من هذه العناصر انحلت عنكم الخيرية. يبقى الخيرية مش لكم كده، لا، الخيرية لكم بإيه؟ بأشياء: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. لما تسمع كلمة معروف ومنكر تقوم تجد إن اللفظ موضوع في المعنى الصح. المعروف هو ما يتعرف الناس عليه ويتفاخرون به ويسرني أن يعرف عني، والمنكر اللي ما حبش حد يعرفه. فكأن مظاهر الخير كل واحد يحب تعرف عنه ولا لا، ومظاهر الشر ينكرها كده. يبقى إذن مظاهر الخير حتى عند المنحرف محمودة ولا مش محمودة، والمنكر حتى الحرامي نفسه لما يقعد كده ويحدث في ناس ما يعرفوش يقولوا ده في ولد فلان سرق، يقول أخي علي الله ينعله البعيد. الله، أمر منكر حتى وإن كان إيه، هو اللي بيعمله. فالمعروف والمنكر أمر، بيقول لك الفطرة السليمة تأتي للأمور الخيرة وتبقى إيه، متعارف عليها، وللأمور التانية تبقى إيه، منكرة. الكل إيه، ينكرها حتى من يفعلها، حتى من يفعلها. هنا يجب تؤمنون بالله في الآخر، في أمر بمعروف ونهي عن منكر وتؤمنون بالله. أم قال لك من الجائز أن يوجد إنسان عنده إنسانية وإريحية ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويبني مستشفيات ويعمل خير وصدقات ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، إنما من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله. يقول له الكلام ده يبقى كله حابط، الكلام ده كله إيه، يبقى لا يعترف بشيء إلا في إطار إيمانك بالله. ولذلك ما تظنش ان الجماعة اللي يقعدوا يعملوا خير وبتاع ويقعدوا بقى يعملوا، نقول له طيب انت كنت بتعمل الله في بالك ولا كنت بتعمل علشان الشهامة والانسانية والمركز والجاه والسمعة؟ مش عملت الكده وقد قيل ولا ما قيلش؟ انت هنا خلصنا، ما ضيعناش عملك، فعلت ليقال وقد ايه، وقد قيل. انما احنا هنا ربنا هيدي في الاخرة للي كان في باله ربنا ساعة عمله. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا بعمل كده لأني مسلم، مش بعمل كده لأني متمدن أو لأني شيوعي أو لأني وجودي أو لأ. لا 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 لا، ولم صنعت الخير مهما صنعت، فخيانة القمة في الألوهية تفسد كل إيه، كل عمل. واللي عملت من أجله يديك، اللي عملت من أجله يديك. يبقى إذن هنا إيه، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله. ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا؟ ليه؟ أم قال لك حرصهم على الجاه الزائف. لما جاء الإسلام ظن أهل الجاه في الديانات التي عاصرت الإسلام، وجاء الإسلام ليهيمن عليها، ظنوا أنه سيسلبهم الإيه؟ الجاه، ويسلبهم السلطة، ويسلبهم المكانة، ويسلبهم المنافع اللي كانت بتايه، لأنهم كانوا بيبيعوا في الجنة. طيب يبقى لما يجي الإسلام يعمل كده خافوا على ما ايه، على مراكزهم وعلى جاههم وعلى ما يأتي من الخير. فربنا قالهم أغبية برضو، فلو آمن أهل الكتاب برضو لكان خيرا لهم، كانت تظل لهم ايه، جاه، وتظل لهم ايه، وحيبقوا يؤتوا أجرهم مرتين، أجر في الدنيا وأجر فين، أجر في الإيه، في الآخرة. نعم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى ذلك أن أهل الكتاب ما آمنوش؟ قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا، بقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هو كان القياس كده
بالمعنى كده ان يجي ايه المؤمنون يجي ايه كافرون، انما كلمه فاسقون دي جايه لمعنى المقابله كانت تيجي ايه منهم المؤمنون واكثرهم ايه كافرون، انما اصل مين اللي بيتكلم بربنا بقى ما بيجيبش المسائل كده على طرف الصمام كده على لا، انت لو او بشر هتقول كده، انما كمنه هو اله ما يقولش كده، ما يقولش لان لا معنى جايه تاني، لان فيه فرق بين ان تكفر وليس عندك مقدمات الايمان وادلته، وان تكفر وانت عندك مقدمات الايمان وانت قاري التوراه وقاريين الانجيل وشايفين كل حاجه عشان ايمان بمين، يبقى انت فسخت حتى عن الكفر، يعني انت فاسق حتى في كفرك، فاسق حتى في الكفر فاسق، لان كان مقتضى هذا انك انت عندك البشارات وعندك الاشياء دي والى اخره كان يجب انك تعمل ايه، تبقى ما انتش كافر عادي، ده انت فاسق حتى في الايه حتى في الكفر. ولو طيب منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، طب المؤمن يعمل ايه وهو الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الأكثرية في اليهودية والنصرانية بالأقلية، لأن معنى أكثرهم يبقى دولهم أقلية، يبقى ما دون دول أكثرية ودول أقلية، يبقى الأقلية إيه؟ ينالها من الإيه؟ الأذى والضرر، فأراد الله أن يطمئنهم، يطمئن الأقلية من إيه؟ من إضرار الأكثرية بهم، فقال واطمئنوا إياكم أن تظنوا أنكم أقلية يا أهل الكتاب آمنتم زي عبد الله بن سلام والأكثرية لسه فسقة هيتعبوكم، بس التعب بتاعهم لكم لن يتجاوز الأذى. طب إيه الأذى وإيه الضرر؟ لن يضروكم إلا أذى، ما هو الضرر وما هو الأذى؟ الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه أذى. الضرر أذى يؤلم وقت وقعه وتكون له آثار إيه؟ يعني مثلا ألم خفيف كده ضربناه للولد، الإيلام ساعة إيه؟ إنما ألم جامد أو لحد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الأذى ساعة يباشر الفعل يبقى ده الألم، وقد يكون بكلمة ما حصلش بها إيه؟ بألم. يستهزئ به الفاسق ويستهزئ بالذي إيه؟ بالذي آمن، ينطق أمام الذي آمن بكلمة الكفر أو الفجر، دي مش هيبقى لها ضرر في إيه؟ في ذاته. قال لهم لن يضروكم، اطمئنوا في أنهم لن يضروكم إلا إيه؟ إلا إن كان الأذى وهو الشيء الذي لا أثر له باقي ضرر، إن كان ده ضرر هو بس اللي هيحصل. الله زي ما أقول إيه لا يسمعون فيها إيه لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله طب وهي سلاما سلاما دي لغو، ده على فرض إنك هتعتبر إن قيلا سلاما سلاما لغ هو ده اللي حي إيه وهي ليست لغوا، يبقى لا لن يضروكم الا اذى ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه ضررا، مع انه لا يعتبر ايه لا يعتبر ضررا. لن يضروكم الا ايه كلمه تقال، استهزاء، غمز بالعين، لمز، كل الحاجات دي، تمثيل بحركه يعني تاكيد المسلم، يجيب سيره الكفر، يجيب كلمة عهر وفجر من اللي ما يوافقش عليها الدين، ادي كل اللي يقدروا عليه، بس انما غير كده ما يملكوش انهم ايه يضروكم. وبعد ذلك نأتي لنجد ان واقع الامر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله مشي على هذا المنوال، يعني اطلقها الله كلمة في لن يضروكم الا اذى، ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت أنهم لم يضروهم إلا أذى، وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقع يغيره. انظر إلى ما حدث لبني قينقاع،
ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النضير ولما حدث ليهود خيبر، هل ضروا إلا أذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، إذا أنت حاربتنا ستعلم من الرجال. كلام هجس لسان. وبعدين إيه اللي حصل؟ شوف أهم بنوا إيه، قينقاع وبنوا النضير وبنوا قريظة مش كده؟ ويهود إيه؟ ويهود خيبر. إيه اللي حدث لهم؟ لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى. وبعد ذلك قال فإن أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا. فلن إيه؟ إيه يا أخوة؟ قال إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن أرادوا أن يصعدوها عن الأذى شوية يعملوا إيه؟ يولوكم الأدبار، يعني ينهزموا قدامكم. وإن يقاتلوكم، إحنا نعرف حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الإيه؟ الجواب مش كده؟ وإن زي ما بيقولوا ده تلامذة عارفين حرف شرط وبتجزم الإيه الفعل ولا لا؟ وبتجزم الفعل، وإن كان الفعل من الأفعال الخمسة بتعمل إيه؟ بتحذف النون مش كده؟ يبقى إن يقاتلوكم ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النون. طيب على الأول يولوكم الأدبار، أصلها يولونا، لكن لما كانت جواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الإيه؟ حذف النون. يبقى كلام سليم كده ولا لا؟ يبقى إن وشرطها إيه؟ يقاتلوكم، وجوابها إيه؟ يولوكم. سليمة ولا مش سليمة؟ الجملة يا أبنائي سليمة. فإذا ما عطفت تعطف بالرفع ولا بالجزم؟ ثم لا ينصروا، كان الأصول يقول ثم لا إيه؟ ثم لا إيه؟ لا ينصروا، لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون. أنا عينك يا رغم وجود المعطوف عليه مجزوم. شيء عجيب اسمها دي ايه؟ دي كسرة اعرابية تخلي الذهن يتنبه الى ان اللي بيتكلم ربنا، وكان المفروض ان ما تجيش نون هنا، فكيف جاءت النون؟ شوف الذهن عمل ايه، يوم يقف بقى هنا الوقف، يوم يقول لك طيب كده بالله لا هنفرض انه في كلام البشر، ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصروا، يبقى عند البشر كلام حلو ولا لا؟ نقوم نقول له دي أرخت لمعركة واحدة، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، إنما بعدين طب وإن قتلتهم أنتم؟ أم قال لك ده ثم لا ينصرون، دي قضية بعيدة عن الشرط والجزاء، ده لا ينصرون بعد ذلك أبدا، قاتلوا أو لم يقاتلوا، يبقى قضية إيه؟ دي قضية ثابتة مش معطوفة على الشرط ولا أي حاجة. إن يقاتلوكم، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. طيب يولوكم الأدبار جواب للشرط في إن يقاتلوكم، إنما ده علة عدم النصر مش القتال، ده الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف، كأن الشرط هنا إيه؟ ثم لا ينصرون، تطمين على أن ذلك لن يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل أبدا الآبدين. فإن رأيتم نصرا لهم فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله. ما هو يجي واحد يقول لك يا أخي هو اليهود ينتصروا علينا إزاي وإحنا مؤمنين، يقول له يا سلام بقى دلوقتي عرفت أنك مؤمنين ومسلمين، طب قول لي أنت عندك إيه من الإسلام وعندك إيه من الإيمان وعندك، قول لنا كده بقى، تحسب رب تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ أدخلت فيها بمعركة الإسلامية؟ لا يا أخوة، أنت قلت الأرض والوطن والعروبة والدم، طب خليك في عروبتك بقى، وخليك في عروبتك. طب وهتحاسبني أنا ليه بقى؟ أنت تحاسبني لما تكون جندي ليا، إنما أنت ما أنتش جندي، لأنه قال وإن جندنا لهم الإيه؟ فإذا لم يغلب يبقى تأكدوا أنكم لستم جنودا لله، وإلى لقاء آخر.